انزل فين يا ابني؟ لا طبعا مامي استحاله توافق، وبعدين مريم ما عزمتنيش اصلا. يا سلام، وانت من امتى وانت بقيت المتحدث الرسمي بتاع مريهان يا سي ادم؟ على فكره انت بتاع كلام وبس. المكان فين؟ مالكيش دعوه انت بقى، ده نايت كلوب لسه فاتح جديد هيعجبك قوي. لا طبعا مش هينفع حتى افكر، ده نايت كلوب مش كافيه عادي. هفون انت بقى، بس ما تاخدش راحتك قوي يا ابني. والله ما هينفع، هقول لمامي ايه؟ درس ايه؟ دي حافظه مواعيد دروسي صم. طب خليني كده افكر، ولو عرفت اخلع من البيت باي طريقه هكلمك. يلا باي. ماشي سلام. هو انت مش مامي قالت لك 100 مره مفيش سويتس بالليل؟ اشمعنى انت تاكلي ولا لا؟ عشان انا كبيره وانت صغيره. يا سلام، عشان انت كبيره يعني تعملي كل حاجه غلط؟ انا ما بعملش حاجه غلط. لا بتعملي. والله لما تبقي تشوفيني بعمل حاجه غلط تبقي روحي قولي لمامي، وساعتها هي تقول لك ايه الغلط من الصح.